الناس يعلم الذين ظلموا هي من بلدهم الظالمون والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. نحن معتقلين مؤمنة ثلاثة لدينا أولاد أخوي محمد وعلي وولدي أحمد. أحمد ومحمد محكومين 3 سنوات عندهم قضية بعد ذلك 24 فيها تكون المحكمة الصغرى تهمة التجمر. علي محكوم 10 سنوات وعلى عدة قضايا ملفقة طبعا كلها ملفقة القضايا مثل ما على الكل 10 سنوات وتاريخ 29 كلهم عندهم استئناف للحكم. طبعا وزعوا الأحكام فوق 18 حطوا 10 سنوات ولا تحت اللي تحت 18 حطوهم 3 سنوات وكلهم تاريخ 29 مثل ما قلت عندهم استئناف. أمس زرنا علي ومحمد واليوم زرنا أحمد وكلهم صمود وكلهم معنوياتهم عالية مثل باقي المعتقلين سواء في سجن الجو أو في سجن الحوض الجو. إن شاء الله النصر القريب إن شاء الله كلهم بيطلعون المنصورين ومرفوعين براس وكل الحقوق راح تسترد إن شاء الله ونقتص من أي ظالم ظلمنا سواء كان مرتزق أو كان من المواطنين اللي في البحرين. وشكرا للمنظمة والمعرض هذا، شوفه ناجح ان شاء الله، الله يبارك فيهم. سلام.